طيب معنا تليفون. عزيزة أهلا وسهلا. ازيك يا مدام دعاء؟ ازيك يا حبيبتي اتفضلي. ازيك فضيلة الشيخ؟ كل سنة وانتم طيبين وبارك الله فيكم وببرنامجكم الجميل ده والله. ربنا يبارك لي فيكم. الله يحفظك يا رب. انا من فضلك والنبي يا فضيلة الشيخ، انا بنت تعبانة قوي عندها كانسر بعد عنك في جسمها. ألف سلامة ألف سلامة. والنبي دعوة كده من القلب. يمكن الله عز وجل أن يشفيها. نسأل الله بكرمه ومنته ورحمته، ونسأله سبحانه وتعالى بحق حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقما، ويشفي يا رب كل المرضى يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب. ربنا يبارك لك. ألف سلامة يا حبيبة قلبي. ألف سلامة. دايما يا أمي إذا يقولي صبر. اللهم إني أسألك بحقك وحق حبك لنبيك. إدعي ده، ده على فكرة من الأدعية المجربة يعني. اللهم إني أسألك بك وبحق حبك لنبيك أن تنزل الشفاء، الشفاء العاجل على ابنتي. دايما إدعي بده إن شاء الله، وربنا إن شاء الله يشفيها. والسادة المشاهدين كل واحد سمعنا إن شاء الله دلوقتي وشايفنا، إدعي لها بالشفاء العاجل يا رب العالمين. يا رب ربنا يشفيها ويعافيها يا رب. اللهم إني أسألك بك وبحق حبك لنبيك صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على سيدنا محمد.